بشكل عام في أوكرانيا الآن تتحدث وتترقب الهجوم الأوكراني المعاكس، أو كل التحضيرات هي للهجوم الأوكراني المعاكس. على أي جبهة بالتحديد؟ باخموت؟ هذا هو السر الذي يحتفظ به الأوكران. ترجيحات، يعني هناك عدة، هناك احتمالين هم الأقوى. بالنسبة لباخموت، باخموت مجرد مصيده، هي مهمة جدا بالنسبة للروس، هي مهمة جدا بشكل أكبر بالنسبة لقوات فاغنر الإرهابية، ولكن بالنسبة للأوكران باخموت لا تملك أهمية كبيرة. الهجوم المعاكس إن كان في باخموت سيكون خطأ استراتيجي هائل. الاحتمالات الغالبة هي في أحد اتجاهين، إما في اتجاه زاباريجي لمحاولة فصل دنباس عن القرم بشكل كامل، الخط الاحتمال رقم واحد. احتمال رقم اثنين، قد يفاجئ الأوكران الجميع ويقومون بهجوم معاكس على أقليم لوغانسك ليتم فصل لوغانسك عن الحدود الروسية تماما. أتوقع والله أعلم أحد هذين الاحتمالين، ومع ذلك يعني غالبا نحن نتذكر جيدا كيف أن الأوكران عندما بدأوا الهجوم الأوكراني المعاكس في الشهر التاسع في العام الماضي، الجميع كان يترقب هجوم في إقليم خرسون، بينما ما حصل هو بدء الهجوم في خاركوف وتحرير كل الأراضي التي كانت. صحيح صحيح. ابقى مع أستاذ عبد الرحمن، وقد أخذتنا إلى الميدان مباشرة في ظل أنباء عن أن روسيا الآن تستعين بدبابات حديثة روسية، في ظل أيضا استلام أوكرانيا لدبابات من بريطانيا ومن غيرها. الهجوم الأوكراني المعاكس مفاجأة سيكون بالاستعانة بدبابات حديثة، وأين ترجح أن يكون هذا الهجوم؟ يعني كما ذكر الضيف، ذكرنا في أحداث خاركيف، الجميع كان يترقب هجوم في خيرسون، وفجأة أصبحت خاركيف مسرحا للعمليات، بل على العكس أصبحت يعني حالة يرثى لها الجيش الروسي هناك. ونحن نتكلم عن مدينة لطالما كانت روسيا تدعي بأنها مدينة يعني ممتدة لها، وأن هناك يعني الشعب يتكلم اللغة الروسية، وأنها على حدود مباشرة معها، وبالتالي ستكون لقمة صائغة. ولكن ما وجدنا أن خاركيف استعصت، وكان جزء كبير من هذا الاستعصاء الحالة الشعبوية هناك. يعني شاهدنا المشاهد التي ترينا بأم العين كيف أن الشعب يتعامل مع قنابل المولتوف أو مع أسلحة بسيطة في حرب الشوارع في خاركيف. إذن معركة خاركيف لها يعني ذكريات طيبة جدا لدى الجيش الأوكراني. أتوقع أن الأوكرانيين، ذكرت ذلك سابقا، كانوا في بدايات المعركة كان لديهم مشكلة في الاختراقات الأمنية، ولكن معركة خاركيف أثبتت أن الجيش الأوكراني استطاع أن يتخلص من شبكة العملاء لديهم من الطرف لمصلحة روسيا. أعتقد الآن أوكرانيا لا تعاني من هذا الأمر على مستوى الجيش، قد يكون هناك خلايا نائمة تتعامل مع الجيش الروسي، ولكن على مستوى الجيش الأوكراني أعتقد أنه تم تنظيفه بالكامل. الآن هل المعركة هي زابروجيا؟ والمفاعل النووي الأضخم في أوروبا يتم الحصول عليه، وبالتالي ستكون ضربة مدوية لروسيا التي تدعي أثناء التفاوض مع وكالة الطاقة الذرية بأنها صاحبة حق، وأن زابروجيا هي جزء من روسيا الفيدرالية، وأنها لا تستطيع أن تفرض عليها شروط أن تصبح هذه المنطقة خيارا يعني دوليا، وبالتالي على مسافة واحدة من أوكرانيا وروسيا. استعادة زابروجيا كمحطة نووية بالنسبة للجانب الأوكراني ستكون ضربة قاسية لما يعرف بالقيصر بوتين. أعتقد أيضا أن المعارك التي وصفها الضيف في زابروجيا، امتدان إلى آخر أقصى عمق زابروجيا، سيكون كل يعني الإمداد العسكري لمنطقة خيرسون ستكون حصرا عبر يعني جسر كيرتش وشبه جزيرة القرم. إذن بالتالي سيكون هناك معركتين منفصلتين، وسيتشظى الجيش الروسي في يعني مساحتين. لذلك أنا أعتقد ستكون ضربة معلم. أيضا لا ننسى أن دونيسك ولوغانسك، يعني دونيسك على وجه التحديد أصبحت قضية إشكالية بالنسبة للجيش الروسي، قدم هناك حالة استنزاف كبيرة، ولديه مشكلة على المستوى يعني التنسيقي ما بين ما يعرف قوات فاغنر والجيش الروسي. أتكلم على جبهة بوخموت وإفديفكيا من جديد. إذن أنا أعتقد أن الأوكران يشاغلون الروس في معركة بوخموت، ولكن سينطلقون في معركة مفاجئة في منطقة أخرى جديدة.